السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض الـ Level of Development في الـ CRC بقيم الستاندرد. الـ Level of Development ده بيساوي تطور الموديل بيساوي الـ Level of Detail زائد الـ LOI Level of Information. بيبقى الموديل في أول حاجة احنا لسه بنعمل الموديل بنحط يعني تفاصيل قليلة وبعد شوية بنحط تفاصيل أكتر وأكتر وأكتر، لأن في الأول ما كنش عندنا المعلومات كاملة، وكل ما بيبقى عندنا معلومات بنبدأ نضيفها للموديل. فمثلا عندنا حاجه اسمها ال او دي 100، بيبقى عندي الفكره نفسها، احط هنا عمود، احط هنا تكييف مركزي من غير مقاسات ومن غير انفورميشن كافيه ولا حاجه خالص، مجرد بس ان انا بطرح الفكره اخد عليها ابروفال اكمل. تمام، ممكن يقول لا انا عايز الاماكن ده من غير عمود خالص، لا انا عايز تكييف مركزي، عايز تكييف اسبلت لكل غرفه وهكذا. ال او دي 200 بنبدا نحط تفاصيل ونحط الابعاد بتاعه الحاجه. اللي هو دي 300 بنعمل بقى لوحه ديزاين، ال 350 بنبدا ندخل بقى في التركيبات وهكذا، اللي هو دي 400 ده المفروض تشوف دروينج التركيبات بتتعمل ازاي، ال 500 بنبدا نحط الاسبكتس. فعلى سبيل المثال هنشوف مثلا هنا ده جدول بيتعمل اهوت، ده بيبقى فيه كل العناصر ريكويرمنت يس او نو، هل ده لازم يبقى موجود ولا مش لازم، الكونتك اوف الحصر بتاعه كميته قد ايه، وبعد كده بنبدأ كل مرحلة من المراحل بكتب الشخص أو الشركة اللي مسؤولة عن عمل الموديل الحاجة ديت. يعني على سبيل المثال ممكن يكون عندي موديل كبير وفي أكتر من واحد عمل أجزاء منه، فبكتب إن الشركة الفلانية عاملة مثلا جزء الأركتكشر، عاملة الانتيريور ديزاين وهكذا. ال ال دي بنبدأ هنا في المرحلة دي إن أنا هسلمك ال دي 100 200 300 وهكذا. تمام، طبعا طول ما احنا شغالين بنطور فيه، يعني ال او دي 100 اللي بعد كده 200 ممكن بعد كده 100، بس مش هينفع مثلا يكون عامل 300 ويقول لك المرحله اللي بعد كده سلمك 200، لا المفروض ان انت كل مرحله بتضيف معلومات وتسري الموديل. دي حاجه مثلا ال او دي سوسكيشن، بقول مثلا ان انا في ال او دي 100 لما انا كتبت ان انا هسلمك 100 يبقى انا المفروض في ال 100 ديت بالنسبه للسايت موديل هحط مثلا معلومات معينه، السبوت ليفل نورث اند ايستنج، في ال 200 هبدا ازود احط له السات سيرفيس، احط له الحوادث الخارجيه والستير وهكذا، احط له فاونديشن، في ال 300 هبدا اضيف واعمل امبروف للمعلومات وهكذا. كل عنصر طبعا في كتاب اسمه ال او دي فورم بتلاقي فيه كل تفصيل، هتلاقي شرحناه بالتفصيل على قناه بيم اريبيا.